طبيب هبط خلاص راه ما عنده لا شيء يبقى تاع الفوق نمشي طبيب هذا تفضل. اليوم حاضرة طنجة الفيحاء كانت على موعد مع إحياء وتخليد ذكرى 75 ديال الزيارة التاريخية زيارة المغفور له محمد الخامس إلى طنجة في 9 أبريل 1947 وهي واحد الموعد تاريخي كبير عنده دلالات عميقة وأبعاد ومقاصد غنية استحضارها في مثل هذه المناسبة ديال الذكرى. هذه الزيارة التاريخية كانت يعني زيارة ديال المغفور له محمد الخامس للتأكيد على مطلب ديال الاستقلال اللي كان جاء في الوثيقة ديال المطالبة بالاستقلال 11 يناير 1944 وكانت أيضا إشارة قوية وإيدانا بوحدة المغرب شماله بجنوبه وشرقه بغربه. فعمل صاحب الجلالة وأصر على هذه الزيارة التاريخية بالرغم من المحاولات اللي قامت بها السلطات ديال الإقامة العامة للحماية الفرنسية وخاصة في الدار البيضاء عندما ارتكبت واحد المجزرة رهيبة في الأحياء ديال الشعبية ديال الدار البيضاء الدرب الكبير في رحبة في طريق مليونة في قلب السلطان في بالمسيك وكانت فيها واحد العدد ديال الشهداء وديال الضحايا. أرادت بذلك هذه السلطة ديال الإقامة العامة للحماية الفرنسية أن تحول دون قيام جلالته بهذه الزيارة ولكن كان العزم ديالو قوي واكيد وتشبت بهذا الالتزام بالزياره لانه كيعتبر بان عندها واحد الهدف اللي المغاربه كلهم الشعب المغربي كله كان كينتظروا وهو الاستقلال ديال الوطن والوحده ديالو والدفاع على المقدسات والتوابيت الوطنيه. فاحنا باحيائنا لهذه الذكرى نبغيو باش نوصلوا يعني للاجيال الجديده الأجيال المتعاقبة، أجيال اليوم والغد ما تحملوا هذه الذكرى من حمولة كبيرة اللي هي حمولة ديال المعاني والدلالات والقيم القيم الدينية والقيم الروحية والقيم الوطنية والقيم الأخلاقية والقيم الإنسانية والكونية قيم ديال الالتزام ديال الوفاء ديال الإخلاص للمقدسات والتوابيت الوطنية وديال إيثار ونكرة للذات والتضحية والاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهويه المغربيه. هذه كلها قيم ما احوج الشباب الناشئه والاجيال ديال اليوم باش تنهل منها وباش تغترف منها ما به تتقوى فيها الروح الوطنيه حب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهويه المغربيه. ولذلك حرصنا وسعينا في مثل هذه المناسبه هذه هو باش هذه الرسائل كلها هي توصل للمستهدفين بها من هذه الأجيال وباش يعني تبقى تلك الشعلة متقدة الشعلة ديال ثورة الملكي والشعب وديال جميع الأحداث منها طبعا الزيارة التاريخية ديال 47 تبقى دائما حاضرة في الأذهان بادية للأعيان ومنقوشة في الأذهان تحت توجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. يونس الشيخ علي رئيس مؤسسة لحظات طنجة لتثمين الذاكرة بمناسبة الذكرى 75 على زيارة المغفور له السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه إلى مدينة طنجة يوم 9 أبريل سنة 1947 هذه الزيارة كانت عندها دلالة قوية بزاف والسلطان من مدينة طنجة أكد على يعني مطالبة السلطات سواء الإسبانية أو الفرنسية باستقلال و
وحده المغرب الى اخره من طنجه، وفي نفس الوقت مدينه طنجه يعني لعبت واحد الدور كبير في الدفاع عن القضيه الوطنيه، بحكم انها استضفت عدد من رموز الحركه الوطنيه. وهذه الزياره هذه كانت عندها واحد الدلاله قويه، والسلطان الله يرحمه فضل مدينه طنجه، لان من بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه فالسلطان بذكائه اختار مدينه طنجه باش يبلغ هذا الميساج، وفعلا نجح في تبليغ هذا الميساج. وحنا جد سعداء بتنظيم هذا المعرض هذا، واللي كيأرخنا حفظه جد مهمه في التاريخ ديال الذاكره الوطنيه المغربيه بفضاء المندوبيه السلطانيه اللي حنا كنتواجدوا بها الان. وكنتمنى ان شاء الله نعطيو اكثر للبلد ديالنا والوطن ديالنا، وحنا جنود مجندين من اجل خدمه هذا البلد قدر المستطاع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.